عملية توأمة بين المرصد الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية ونظيره الفرنسي ونظيره أيضا الفنلندي. هي توأمة وهي عملية عمل مشترك بينها الهيئات الثلاثة بمناسبة أيضا اليوم العالمي للأرصاد الجوية. طبعا كانت فرصة لتبادل بعض المعلومات، وستكون أيضا خاصة فرصة للخبراء من البلدان الثلاثة لتبادل مختلف المعلومات العلمية. نشارك أيضا في كل هذه الجهود وهذه المعارك التي تأخذها مختلف الدول عبر العالم للتصدي لهذه التغيرات المناخية، تحسين القدرات التجارية وتحسين القدرات التقنية، يعني باش نحسنوا القدرات. وما يخفلكمش حنايا في الديوان الوطني للأرصاد الجوية من 2017 on a recruté plus de 400 jeunes compétences. يستحقوا هذا النوع من المشاريع ولا هذا البارتنيريا مع دي زونتربريز دو رونومي مونديالمون pour améliorer les capacités techniques تاعهم. L'objectif de Junaj était à travers une coopération et une coproduction de connaissances et de renforcement de capacités entre la France et la Finlande et l'Algérie. De renforcer les capacités de l'organisme national de météorologie algérienne.